لقد صرنا في العصر الذي تظهر فيه الأجناد المجندة، ونحن الآن في وعد الآخرة، في الزمن الذي تعلو فيه إسرائيل علوا كبيرا، ونحن الآن نغوص في الفتنة الثالثة التي دهمتنا دهما، وسماها من أوتي جوامع الكلم بالدهيماء. نتخبط في هذه الفتنة المظلمة التي يستحل فيها الدم والمال والفرج، الفتنة العمياء الصماء التي سوف تستنظف العرب، ولن يبقى أحد من الدهماء إلا وتلطمه لطمة، وتعرك العراق عرك الأديم، وتشق الشام شق الشعرة، وتفت مصر فت البعرة، وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، ولن تنجلي حتى يحصر الفرات عن كنز من ذهب يقتتل عليه الناس، وحتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. نحن الآن في حين من الدهر تنبش فيه الجرافات صحن المسجد الحرام، ويشك أن يقتتل فيه 3 أمراء كلهم أبناء خليفة على كنز الكعبة. نحن في الزمن الذي يكثر فيه الخبث، ويستحل فيه البيت الحرام من قبل أهله، وإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. نحن الآن في السنوات الموجعة التي تسبق ظهور المهدي، وتسبق عودة المسيح، والتي سماها الإنجيل بسنوات الضيقة العظيمة. نحن الآن في السنوات الأخيرة من قرن الشيطان. نظام عالمي جديد يراد له قصرا أن يولد الآن، وطبول هرمجدون تقرع لتسهيل الولادة. نحن الآن نرتقب ذلك اليوم الذي ستأتي فيه السماء بدخان مبين، نرتقب الكوكب ذو الذنب الذي سيغير موازين القوى على الأرض. هذا هو موقعنا من وجهة نظر الآيات والأحاديث الدينية، فأين نحن؟